أهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد. المغرب يواجه صفعة قوية للكبرنات ويخترق أهم معاقل صندلستان بإفريقيا، والتفاصيل رائعة. فضيحة عساكر جزائريين مع سائح إيطالي في إحدى السدود القضائية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطمع والجشع. شنقريحة يقتل عشرات الرضع بالجزائر. في أول برقية رسمية بعد قطع العلاقات، الملك محمد السادس يفاجئ الشعب الإيراني. بعد فضيحة نهائية الزمالك ونادة بركان، السيسي يدخل على الخط ويعتذر بكلمة رائعة. بالفيديو، وزير جزائري يضحك العالم فيه وفي بلدها. المغرب هو سبب الجفاف في الجزائر، هو من منع تساقط الأمطار. الرئيس الروسي يتهجم على مبادرة جلالة الملك محمد السادس. البوليساريو تتبنى مقذوفة أسمار، وطائرة الجيش المغربي ستقصف مخيمات تندوف. وبالدليل، المغرب يواجه صفعة قوية للكبرنات ويخترق أهم معاقل صندلستان بإفريقيا، والتفاصيل رائعة. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. نجحت الدبلوماسية المغربية في اختراق أهم معاقل البوليساريو بإفريقيا، اترأس السفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية فؤاد يزوغ وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا ميغاسون أراغ أمس الاثنين بأديس أبابا الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وشكلت هذه المشاورات المنعقدة في إطار اللجنة الوزارية المشتركة بين المملكة المغربية وإثيوبيا فرصة لدراسة تطور العلاقات الثنائية بين البلدين منذ الزيارة التاريخية للملك محمد السادس نصره الله سنة 2016 إلى إثيوبيا، وتحديد سبل تعزيزها. يندرج انعقاد الدورة الأولى للمشاورات السياسية أيضا في إطار اللجنة الوزارية المشتركة بين الرباط وأديس أبابا في إطار تنفيذ خارطة الطريق الجديدة التي اتفق عليها البلدان منذ الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها إلى دولة إثيوبيا سنة 2016. ومنذ الزيارة الملكية التي وصفتها الحكومة الإثيوبية آنذاك بالتاريخية والمهمة، والتي تم خلالها إبرام 13 اتفاقية ومذكرة تعاون شملت عددا من المجالات. نشن المغرب وإثيوبيا مرحلة جديدة في علاقات البلدين، عكست العلاقات العريقة بينهما وجهودهما في سبل تحقيق التكامل والوحدة الإفريقية واستقلال دول القارة السمراء. حيث تعتبر الرباط وأديس أبابا من أوائل المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963، ورغم قرار اعترافها بجبهة صندلستان التي اتخذتها سنة 1979 إبان الحكم الشيوعي بإثيوبيا برئاسة مانغوستو هايالي ميرياما، فإن أديس أبابا تحتفظ في السنوات الأخيرة بموقف متوازن من النزاع الإقليمي حول الصحراء، حيث ظلت تنأى بنفسها عن المحور الذي تقوده الجزائر وجنوب إفريقيا داخل الاتحاد الإفريقي، كما أن إثيوبيا كانت على رأس الدول التي أيدت عودة المملكة المغربية الشريفة للمنظمة القارية سنة 2016. فضيحة عساكر جزائريين مع سائح إيطالي في إحدى السدود القضائية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي. وثقت كاميرا سائح أجنبي يبدو أنه من جنسية إيطالية واقعة غريبة حدثت له مع عساكر جزائريين في إحدى السدود القضائية بالجزائر، وأثارت سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر في الفيديو السائح وهو يجد الصعوبة في التواصل مع العساكر الجزائريين لجهلهم اللغة الأجنبية، حيث حاول التواصل معهم بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية دون جدوى في الوقت الذي كان فيها الجنود الثلاث في السد القضائي يرددون كلمة وين رايح. الغريب في الأمر أن السائح حاول استخدام ترجمة جوجل على هاتفها، نظرا لكون ضعف الشبكة في المنطقة التي كان يتواجد بها لم يفلح في ذلك.
أي القوة الضارب الواقعة علق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائدين بسخريتنا. آخر ما كاين هاد السائح إيطالي مشى للجزائر وندم قال لكم بلاد كلها مطوقة بالتكانات العسكرية والعسكرة، ما يتكلموا لا فرنسي ولا إنجليزية ولا ريزو ولا خرائط جوجل مابس ولا ترجمة جوجل. بسبب الطمع والجشع شنقريحة يقتل عشرات الرضع بالجزائر. في بلاد الكبرنة تجددت أزمة الحليب بسبب ندرته في الأسباق، وعادت الطوابير الطويلة إلى شوارع مدن عديدة مما يذكر بمشاهد عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت هذه المشاهد بداية لإعلان العشرية السوداء وسط تأكيد رسمي بوجود أزمة حليب لأن المخزون لا يكفي الطلب الداخلي. في ظل هذه الأزمة وبعد أن حضرت العديد من دول العالم واردات منتجات الألبان الصيني بسبب احتوائها على مادة سامة ومسرطنة، مما جعل هناك فائضا كبيرا عند الصين من مخزون الحليب ومشتقاتها، جعل الجنرالات يستغلون الفرصة لشراء كميات كبيرة من الحليب المسرطن بثمن بخس جدا. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجنرالات بشراء حليب فاسد من الصين، فقد سبق ذلك سنة 2021 حيث سبق أن استورد الجنرالات قبل أشهر كميات كبيرة من مسحوق الحليب من الأرجنتين تحتوي على مادة الإسمنت الأبيض. وعلمت المصادر ذاتها أن حليب الأطفال الملوث من الصين تسبب وفاة أكثر من 4 أطفال في ولاية أدرار لوحدها، لقوا حتفهم إثر تناولهم حليبا مخصص للأطفال يحمل مادة الميلالين المسرطنة، في حين نقل نحو 20 طفلا آخرين بولاية ورقلة إلى المستشفيات لتلقي العلاجات اللازمة بعد ظهور أعراض الإصابة بأمراض غريبة ناتجة عن تناولهم الحليب الملوث. وتضيف المصادر ذاتها أن نصف الشحنة الصينية وجهت للولايات المنسية بالجنوب الجزائرية أو ما يعرف بالجزائر السفلى، أي ولاية أدرار، ولاية بشار، ولاية تمرناسة، وولاية إلزي، ولاية ورقلة، ومخيمات الدلة، حيث السكان في هذه الولايات يعتبرون مواطنين من درجة 5، فيما نصف الشحنة الصينية وزعت على باقي الولايات. في أول برقية رسمية بعد قطع العلاقات، الملك محمد السادس يفاجئ الشعب الإيراني. عبرت المملكة المغربية عن تعازيها الصادقة للشعب الإيراني وعائلة ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية أودى بحياة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ومجموعة من المسؤولين. وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على إثر حادث سقوط الطائرة المروحية التي أودى بحياة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ومجموعة من المسؤولين، ستقدم المملكة المغربية بتعازيها الصادقة للشعب الإيراني وعائلاته الضحايا. بعد فضيحة نهائية الزمالك ونادت بركان، السيسي يدخل على الخط ويعتذر بكلمة رائعة. قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة لنادي الزمالك المصري بعد فوزه بالمباراة النهائية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام نادت بركان. وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم، أداء متميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، وتابع: كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق المغربي الشقيق. عبارة كلمة الشقيقة مهمة جدا في هذه الفترة التي يوجد فيها تقارب على أكثر من مستوى بين البلدين، فيما اعتبر خبراء أن هذه الكلمة تعتبر كرسالة مبطنة واعتذار من الرئيس المصري على الأحداث المؤسفة التي وقعت في نهاية مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. بالفيديو: وزير جزائري يضحك العالم فيه وفي بلدها، المغرب هو سبب الجفاف في الجزائر، هو من منع تساقط الأمطار.
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مضحك جدا لوزير الري الجزائرية يتهم فيه المغرب مباشرة بالتسبب في الجفاف الذي ضرب الجزائر. وبهذا الخصوص تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إكس هذا المقطع ساخرين منها، حيث قالوا حتى أزمة الماء التي تعاني منها الجزائر سببها المروك. وتبع وزير الري الجزائرية طه دربالة: يشتكي المغرب للعالم تزامنا مع مشاركته في المنتدى العالمي للماء المنعقد بمدينة بالي الأندلسي. ثم أضاف: النظام العسكري الجزائري يتهم المملكة المغربية الشريفة بالتجفيف المتعمد للسدود والمناطق الواقعة على الحدود مع الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تتناقض مع الحق العالمي للإنسان والحيوان والنبات في الماء. الحمد لله ليست للمملكة المغربية الشريفة لا وديان ولا أنهار مشتركة مع الجزائر. ويبدو أن عداوة ومتلازمة المغرب بالنسبة للجزائر أرخت حتى على قطاعات أخرى، بعدما كان الأمر منذ سنوات حبس الرياضة وسرقة التراث المغربية وما شابه. نشاهد أنا وإياكم الفيديو ثم نعود لاستكمال تفاصيله. المنتدى هذا فرصة حقيقية من أجل رفع الانشغالات التي عانت منها الجزائر، خاصة على حدودنا الغربية، أين لاحظنا ممارسات لدول الجوار، دولة من دول الجوار، أنها أضرت بالفعل بالتوازن البيئي الذي أضر بالحيوان بالنبات ومباشرة أضر بالإنسان، لأن في تجفيف مقصود وممنهج لبعض السدود ولبعض المناطق. أكيد أن الجزائر اتخذت كثير من الإجراءات، لكن وددنا أن نرفع هذا الانشغال ونرفع هذه الممارسات للعالم حتى يسمع، وحتى أن نضع خطة محكمة من أجل الحد من استفحال هذه الظاهرة ومواجهتها. الرئيس الروسي يتهجم على مبادرة جلالة الملك محمد السادس. تسعى روسيا إلى منافسة المغرب في نفوذه الدبلوماسي بمنطقة الساحل من خلال إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى ربط كل من غينيا بيساو بمالي وبوركينا فاسو والنيجر بخط سكك حديدية يصل إلى غينيا بيساو. وحسب جريدة لاراسونا الإسبانية، فإن ما تعرضه موسكو عبر شركتها روسالا وبناء خط سكك حديد وميناء في غينيا بيساو. أضافت الصحيفة الليبرية أن ترك مثل هذه المسألة الحساسة في أيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيمنحه رصيدا استراتيجيا مهما في المنطقة. ومن شأن المبادرة الملكية الأطلسية تمكين دول الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد من الدخول المباشر إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاته وتحقيق تنمية شاملة لمواطنيه، وهو ما يتماشى مع سياسة مغربية تبحث عن تمكين هذه الدول من التحكم في ثرواتها ومستقبلها. وأطلق جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها المبادرة المغربية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال تعاون جنوب جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح رابحة. وفي 23 دجنبر من سنة 2023 اتفق وزراء دول الساحل الإفريقي بمدينة مراكش الحمراء على إنشاء فريق عمل وطني في كل الدول لإعداد واقتراح سبل تفعيل المبادرة لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي. البوليساريو تتبنى مقذوفة أسمرة وطائرة الجيش المغربي ستقصف مخيمات تندوف وبالدليل. تبنت جبهة الصنادلية الانفصالية سقوط مقذوفات في منطقة صحراوية شرق مدينة السمارة وغرب الجدار الرملي العازل في الصحراء المغربية، ونشرت ما تسمى بالوكالة الرسمية لصندلستان واسع بيانا باسم جبهة الصنادلية. قالت فيها أن عناصر تابعة لها نفذت الهجوم خلف الجدار في القطاع السمار على حد تعبير ذات البيان. وكانت تقارير إعلامية محلية متطابقة من مدينة السمارة قد أفادت مساء السبت المنصرم أن 3 مقذوفات لم يعرف نوعها أو درجة تدميرها سقطت في منطقة خالية شرق المدينة القريبة من الجدار الرملي العازل قرب الحدود المغربية الجزائرية. وأكدت التقارير عدم وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء المقذوفات الثلاثة،
والتي يعتقد أن عدد من عناصر ميليشيات البوليساريو قذفت بها بعد تسللها إلى داخل المنطقة العازلة شرق الجدار الرملية. وأوضحت أن إرسال العناصر الانفصالية لهذه المقذوفة تزامن مع وقوع عاصفة رملية سهلت عليها التسلل من منطقة شمال موريتانيا إلى داخل المنطقة العازلة. وفي ذات السياق توقع محللون وخبراء سياسيون رد المغرب على هذه المناوشات الانفصالية في إطار القانون الدولي والذي ينص على الحق في الدفاع عن النفس. وأبرز هؤلاء المحللون والخبراء أن استهداف محيط مدينة الصمار يضعون أمام فرضيتين لا ثالث لهما. وتتمثل الأولى أن النظام العسكري الدكتاتوري العجوز الجزائري يسلح ميليشيات البوليساريو ويطلقها نحو المناطق العازلة للقيام بهجمات إرهابية ضد مدنيين مغاربة فوق التراب المغربي، معتبرا ذلك احتضانا من الجزائر لميليشيات إرهابية ومسؤولية جنائية عن هذه الجريمة أمام المجتمع الدولي وفق تعبيرهما. أما الفرضية الثانية تبرز أن مخيمات تندوف تأسست فيها ميليشيات الجزائر الجنوبية التي تهازم التراب المغربي، لا يعني حسب المحللين والخبراء دخول المغرب في حالة الدفاع الشرعي عن النفس بمقتضى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي يعطي حق مطاردة ميليشيات الجزائر الجنوبية وقصف مقراتها داخل مخيمات لحمادة، ولا يمكن للجزائر أن تتدخل حسب قولهما. يأتي هذا التحليل من الخبراء والمحللين في ظل حديث مراقبين آخرين عن نفاذ صبر المملكة المغربية من تسلل عناصر ميليشيات البوليساريو خلال الأشهر الأخيرة، والذي سيدفع المملكة المغربية لا محالة إلى بسط سيطرتها كليا على المناطق العازلة التابعة للصحراء المغربي. وستعجل هذه الهجمات وفق خبراء في المشهد الصحراوي لاتخاذ قرارات تمهد لطي هذا الملف نهائيا في مقدمتها استعادة المنطقة العازلة بالكامل وتمديد الجدار الدفاعي المغربي حتى الحدود مع الدول المجاورة الجزائر وموريتانيا. وكانت البوليساريو شهرا نوفمبر الماضي أعلنت مسؤوليتها أيضا عن هجوم الذي استهدف عددا من المناطق بالصحراء المغربية منها المحبس والصمارة والفريسة، وخلفت المقذوفات حين وفات أحد المدنيين وإصابة ثلاث مواطنين مغاربة آخرين. وأبرز وقتها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة في جوابه على ما تعرضت لها مدينة الصمارة من اعتداء أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب أن هدف المغرب ليس التصعيد ولكن التسرب بحكم، مشددا على أن المغرب هو من يحدد متى وكيف سيتم الرد. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى على أنها تنال إعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.